أنا هي الشيبانية اللي عندي 60 سنة. أوه، رجلي الميلود كيطلب مني المعاشرة في 207 يا وليداتي، فهمت ستة. أنا راني عايشة واحد الحياة خايبة بزاف، وجيت اليوم بغيت نعاود لكم القصة ديالي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي. القصة ديال اليوم شاخدة نهار إلا ما ضحكتيش هادي نعرفك ماشي طبيعية. المهم، واحد القصة زوينة ولكن في نفس الوقت مؤثرة، قصص اللي كتموتوا عليهم. أنا متأكدة أنكم كيعجبوكم القصص ديال هاد المهمات اللي كيكونوا عاشوا في العروبية وكيفاش عاشوا. واحد القصة زوينة بزاف، شحال هادي ما سمعنا بحال هاد النوع من هاد القصص. فأنا كيعجبوني النوع ديال هاد القصص، كنعرفوا الناس ديال العروبية كيفاش كانوا عايشين وكيفاش دازت عليهم تمارة، وبزاف ديال الحوايج كتاخدي منهم بزاف ديال العبر، بزاف ديال الرسائل، وكذلك الحمد لله على النعمة اللي راكي فيها انت حاليا. فالكبيدات ديالي ما غاديش نطول عليكم، جيمو كومونتير وبارطاجيو، الله يعطيكم الخير، ويلا نسمعوا المي خدوج مع بالي. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، معكم خالتكم خدوج والعمر ديالي 60 سنة، واليوم حتى انا جيت نعاود لكم القصة ديالي وما فيها، وحبيت نفرغ عليكم قلبي ونعاود لكم المشكلة ديالي ونقول لكم ها موقع فيا، وانتوما ما تبخلوش عليا ونصحوني الله يجازيكم بالخير. وخا الصراحة راني حشمانة نعاود لكم هذا الشيء هذا اللي صاير فيا واللي صاير عندكم الميلودي ديرو، اللي حتى شرف وهرف عاد تخر وخرخرني معاه. وعباد الله عيتو، مبقى عندي ليه جهد وخاصني معاه ضروري الحل. انا راني ما عرفت ما ندير معاه، داكشي علاش جيت نعاود ليكم قصي بالمساعده ديال مرت ولدي، وبغيتكم تعاونوني، تعاونوا معايا بالنصيحه الله يجازيكم بالخير. المهم قبل ما نعاود ليكم عليه، بغيت نخوي عليكم قلبي ونعاود ليكم على الصغر ديالي. انا بنت العروبيه، كابره وعايشه حياتي كلها في العروبيه، عندي جوج خواتاتي بنات وخويا ذكر واحد، وهاد خويا هو الصغر ديالنا. انا وخواتاتي البنات كنا كبر من خويا، حنا منين حلينا عينينا في هاد الدنيا وحنا كنضربوا تماره، مني بديت كنعقل وليداتي وحنا جايين برا من الدار، وإلا كان وقت الحرث كنخرجوا نحرثوا، وإلا كان وقت الحصاد كنخرجوا نحصدوا، وإلا كان وقت الزبيع كنخرجوا نزبعوا. المهم كتلقاونا خدامين بحالنا بحال الناس الكبار ولا اكثر. عاد منين كنفيقوا مع الصباح وحنا برا، منا السرحان منا السقيان منا البير منا الواد منا، المهم راكم عارفين. زيد طول بهاي بحاشاكم، كلشي كان مني انايا. الوليد كان رزقه غير على قد حاله، يعني ما كانش عنده الكسيبه بزاف، ولكن كانت عندنا تماره. مع الوليد كان كيدير الخضره، كيغرس البطاطا، كيدير الخرشف، الحرور، البصله، كيجنيهم كينزل السوق المدينه كيبيعهم. حنا كنا كنضلو كنقشو معاه في الارض وكنخدمو معاه يدينا بيدو، منين كيتسوق كيخلينا حنا امي كنخدمو من ورا، هو كيجمع الخضره وكيمشي يبيعها في السوق. بالنسبه للمدرسه ما قريتش، كنت كنمشي غير في الجامع اللي كان عندنا في القبيله. كان عندنا واحد الفقيه كيعلمنا القران، هذاك الفقيه كان واعر فينا وكان حاقر علينا بالخصوص انايا، حيت انا ما كنتش كندي ليه البيض واللبن، وهو كان كيطلب مني كل مره ندي ليه البيض واللبن. المهم ما كانتش كتبقي تعطيني، كتقولي سيري قولي لي حنا ما عندنا لا لبن ولا بيض، يمشي يجيب لمراته الدجاج والمعيز وتحلب له الحليب والدجاج يولدوا له البيض، حنا ما عندناش، ما عندناش منين نجيبوه له. انا ملي كنت كنمشي عنده كيقول لي بنت البرنوسي فين هو اللبن، كنت كنقول له الفقيه ما عندناش سير شريه، قالت لك امي يجيب معزه لمراتك تحلبها لك وبعد على الناس. ايوا هو درتو، ما كانت درتي ما كانت كتعجبو. ملي كنقول ليه ما عندناش كيبغي نخرج الدم وما كيرضاش، هذاك الشيء كان كيشد معايا الضد وكان حاقر عليا، وكان كيقلب ليا غير على السبه باش يضربني ويطيح بيا قدام البنات ديال القبيله، وديما كتلقاوني باكيه شاكيه منه. كذلك وكلام عنده الفلاقه، كان كيشد الشطبه ديال الزيتون كيخبطني بها حتى كيطلع معايا الشيط، كنت كنرجع كنبكي للدار، ولكن ما بقيتش معاه بزاف دغيا غادي نخرج من هذاك الجامع. بقيت كنتعاون مع الوالد في الارض، كنت انا وخواتاتي هازين معاه الهم الكحل ديال الارض كامله. بصراحه كاع الناس كانوا كيشكرونا وكيقولوا علينا الكلمه المزيانه، بالخصوص امي. امي كانت واحد المراه اللي بنت الاصول كيف ما كنقولوا، كانت واحد المراه اللي معروفه بالقلب الكبير، ماشي بحال الوالد. الوالد كان قاسح والطبع ديالو صعيب، والناس ديما كانت كتشكى منه وكيقولوا عليه فلان الله يخليها سلعه، ما كيسوى ما كيصلح. مع العلم الوالد كان بكوش، ولكن الا جبتيه تلقايه، هو ما يتعداش عليك، ولكن الا تعديتي عليه ما غاديش يدوزها عليك وما يفوتش الضربه ديالو، واللي قلب على عيبو كيلقاه قريب. الناس ملي كانت كتشوف الوالد حاضي طرافو وما كانش اللي يقدر يديرها به ولا يشمتو، كانوا كيقولوا عليه قبيح وما مزيانش وماشي ديال العشره وماشي ديال الملح. راكم عارفين حنا الشعب حكار، ما كيعجبنا غير اللي نحقروا عليه، اما اللي حدها لينا كنردوه قبيح وعايب وما كيسواش. المهم وليداتي ما علينا،
حنا كنا عايشين في ديك العربيه على نفس الروتين اللي كديريه اليوم كتعاودي غدوه، وبعدو بعد بعدو غادي نبقى على حالي حتى تزوجت اختي اللي كبر مني. ملي مشات اختي للدويره ديالها غادي جلسين الواليد في الدار باش نشقى مع امي لداخل، اما اختي اللي صغر مني هي وخويا كانوا كيخرجوا يتعاونوا مع الواليد على برا، وانا رجعت مقابله الكنيس ديال الكوري تشطى بجميع الطياب. امي زيدتني الكانون وقالت لي تعلمي ما ينفعك غدا ولا بعدا يجيو فيك الخطاب وتمشي تزوجي تانسيه وديري دارك وانت ما كتعرفيش تشعلي حتى النار. ديك الساعه كانت عندي يلاه 13 عام باقا صغيره وماشي قد الزواج، ولكن راكم عارفين الناس ديال بكري كانوا كيزوجوا بناتهم فواحد العمر اللي صغير بزاف. المهم هي هذيك بقيت في الدار كنشقى وغاديه مع الايام والاشهر حتى النهار اللي غادي يجيو فيا الخطاب. خطبني واحد الولد العائله كيكون في المدينه، ولكن الاب ديالي ما بغاش يزوجني، قال لي انت كبرتي في العربيه ما غاديش تقدري تعيشي في المدينه، والمدينه راهي صعيبه عليك. امي ديك الساعه هي تقنع فيه باش يزوجني لهذوك الناس، قالت لي يا ودي خلي البنت تمشي تزوج وتهنى من التكرفس ديال العربيه. الوالد تعكز وقال ليها هاد الناس ما يصلحوش لينا وماشي ديال وجوهنا، مع العلم الراجل كان لاباس عليه وبرزقه، ولكن با الله يهديه كان عارفهم مزيان وقال لك لا ما يصلحوش لينا وماشي ديال المعاشه راح يتقباحين. بيني وبينكم بقى فيا الحال بزاف، وقلت علاش الوالد وقف ليا في رزقي وما بغاش يزوجني، كون خلاني ننزل للمدينه ونتهنى مع التكرفيس ديال هاد العربيه. ديك الساعه كانت في العمر ديالي يلا شي 15 سنه، ولكن حتى انا كنت باغا نتزوج وندير مدار البنات ديال القبيله، وراكم عارفين الناس ديال زمان كانوا كيتزوجوا هما باقيين صغار، ولا بقات حتى فاتت البنت 20 عام وما تزوجت كتسمى بايره تما في القبيله وكتبقى بايره في دار باها وما كاينش اللي يساومها ولا يدق بابها. المهم صافي الوالد تعكس وما بغاش وقال دوك الناس انا بنتي باقا صغيره وغشيمه وما غاديش تضط راسها معكم في المدينه، وهاد بنتي بالضبط ما غاديش نزوجها للمدينه حقا راها معاونه معايا. دوك الناس قالوا لي صافي براحتكم وفيها خير الله يسهل علينا وعليكم محسن. مشاو بحالاتهم وانا بكيت مع الاهل ديالي في تماره وفي التكرفيس، كنخدم برا وكنخدم لداخل، كنت واحد البنت اللي ماضيه وديال الوقت كلشي كنعرفني حاره وبدراعي، والله العظيم الا كنت كنخدم الخدمه ديال الرجال الشلغميه، وعلاش ما حطيتيني كتلقايني؟ شحال من مره نزلت للمدينه غير فوق الحمار وغير بوحدي كنقضي الاغراض ديالي وكنرجع بحالاتي للعربيه. واحد المره امي كانت مريضه وشاده الفراش، الوليد ما كانش في القبيله كنسافر للمدينه وجلس فيها شي سيمانه، بقينا غير حنايا. وديك الساعه خويا الصغير طاح من الجبل وتجرح وكان عامر دمايات، وغير انا اللي هزيتو مشيت به للمدينه حاشاكم على الاحمر باش داروا ليه الدواء، حيت الطبيب ديال الدوار كان ساد كان السبت والحد وما كيخدموش. ايوا مشيت به حتى للطبيب وفوق الاحمر حاشاكم داروا ليه الدواء رجعتو للقبيله غير فوق الاحمر. المهم الوليد كان محزن بيا وعارفني قاده مع راسي، وفي نفس الوقت كنت حشوميه وحاطه الراس وما عنديش مع الزكاير عندي نيشان. انا شبهت الام ديالي درويشه وغاديه مع باب الله، معقوله ما فيها لا كذب ولا نفاق، والهضره اللي ما عجبتنيش كنقولها لبنادم في وجهه ما نكذب عليه ما ننافقه. هكذا كنت وهكذا بقيت حتى درت في العمر ديالي 17 سنه، وهنا فين غادي يجي يخطبني واحد السيد من القبيله اللي قريبه علينا. هاد السيد ما شافني ما شفته، درنا زواج تقليدي ما كاين لا اجي نشوفها قبل ما تخطبها ولا اجي نجلس معها وتفاهم معها ولا اجي نهضر انت وياها. تقولوا يا وليداتي ما عرفت كنبارسو حتى نزلنا للمدينه باش نعقدوا، ولكن ما بغاوش يعقدوا لينا. تما عاد شفت الراجل وبيني وبينكم واخا نزلت معاهم للمدينه ما عليتش عيني فيه وما شفتوش، كان كيبان ليا غير صباط وداير بحال شي بابور. الراجل رجليه طول منه كيلبس في رجليه 45 غير واحد الصبعان د رجليه اش غادي نقول لكم تلقاي فيهم تلقايهم طوال وعيوجين. المهم كيف قلت لكم انا ما كملتش فيه الشوفه كنت حشمانه وحاطه الراس وما عليتش راسي فيه. صافي مني ما عقدوش لينا قالك رجعنا قالك صافي رجعوا للعربيه، طلعنا للعربيه غادي نديروا زواج الشهود، حيت اصلا ديك الساعه كانوا الاهل ديالنا كيوجدوا لينا العرس. مني ما بغاوش يعقدوا لينا غادي نكملوا العرس غير بالشهود. يوم جات تفوت سيمانه على الخطوبه حتى درت الليله ديالي وغادي نمشي مع راجلي. كيف قلت لكم تزوجت في العربيه وغادي نمشي لتماره وتكرفس. القبيله ديال راجلي فيها المراه كتخدم برا بحالها بحال الراجل وكثر عاد، ماشي بحال القبيله ديال الوالد كانوا كيحجبوا فيها المراه. البنت غير كتكبر شويه كتدخل لداخل وتتكلب بالدار، الرجل هما اللي كيهزوا على برا، ولكن الاهل ديال الراجل كانوا طالقين تماره على العيالات. مني كنت كنوض في الصباح وانا على تماره وزيد عليها لقيت عندي الويساتي والوساني بزاف، وحتى واحد فيهم ما مزوج كلهم صغار، راجلي هو الكبير في خوته. العجوزه لقيتها عاد كتولد، تزوجت انا هاد السمنه والسمنه اللي بعد منها ولدت لي العجوزه، وشدت لي الركنه وطلقت عليا الشقه وتماره. ديك الساعه كان وقت الحصاد، ما نعاودش ليكم على تماره اللي غادي تدوز عليا، خاصني نخدم وما نقولش عييت ولا اح. انا كنت واحد المراه اللي غير درويشه وديال تماره، كنشقى وما كندويش، واخا كدوز ليا في العظم،
ما كنقول والو، هما غادي يشوفوني بالناس ديال تمارا وغادي يطلقوا عليا كلشي. رجعت كنشقى لداخل وبرا وكلشي مني انايا، وماشي غير هكذاك، طلع شيخي معايا صعيب وبزاف، هو عزيز عليه تهلاي ليه في الكسيبه، مع كان عنده الخير كثير. ما نقولش ليكم خاصك الصباح تدوزي غير في الكوري، نكسي الكوري حلبي المعاز، حلبي الحليب ديال البقرب بوحدو، المعز بوحدو، مخدو كل واحد بوحدو، جمعي كلشي ورديهم عاد دخلي لداخل، جمعي الدار وقبلي العكوزه اللي عندك نافسه في الركنه، وردي البال على الويسات كل وسالك اللي كلهم تشيشه. انا كنت عاد جديده عندهم وكنحشم، ما كنقدرش نحل فمي بشي كلمه. ما نقولش ليكم دازت عليا، ايوا ما جيتي وليداتي نقفل عندهم شهرين، حتى لقيت راسي تا انا حامله وكان جاني الحمل الاول قبيح. كنت كنعيف وكنت قيه وما كنقدرش ناكل طيابي، ولكن ما كنتش عارفه راسي حامله. الناس ملي شافوني بحال هكذاك غلاويه وصايخه، قال لك سيدي حنا حنا شمتناهم حيت زوجناهم لمراه مريضه. كان شيخي كيقول لي انتيا مفوريه ما فيك ما يتشاف، كتخدمي غير شويه وكتعياي، حنا جبدوك باش تعاوني معانا ماشي باش نزيدوك في الحساب. وكيبقى يقلل مني بواحد الطريقه اللي فشي شكل. الراجل ملي سمع باه كيقول عليا بحال هكذا ما عجبوش الحال، ورجع حتى هو حاط ليكم عليا. كان كيقول لي واش نطي راسك في عليا التركه وقفطي جنابك وجيت خرجي تخدمي معايا برا في البلاد، تصور انا حامله ومريضه وبنادم عندي طايح لتحت، وكذلك مازال ما عرفاش راسي مرجليه وما فاهماش وما عمرني حملت. هما غادي يطلقوا عليا تمارا كثر من الطاقه ديالي. كنت كنهز على ظهري لحطه من بلاصه بعيده وكنديه للدار باش نطيبوا عليه، كنت كنديرو فوق كتافي تصوروا يا وليداتي منين كنحني للارض ونهز ديك الحزمه ديال الحطب ونعلي راسي ونجي واقفه، ما كنبقاش كنبان، كيبان غير داك الحطب اللي فوق راسي، وكنمشي به واحد المسافه اللي طويله ما كنوصل به للدار حتى كيسمح لي الله، وغير ننزلو خاصني عاوتاني نقدي النار ونطيب ونوجد الماكله للخدامه اللي عندنا في الارض. المهم دوزتها بالمزيان، وإلا بقيت حتى هدرت وحليت بأمي غير نص كلمه وقلت لهم انا عييت كنسمع خل الودنيه، وإلا اش غادي نقول لكم، ولا ما نعاود لكم على العكوزه اللي حتى هي غادي تطلع معايا قبيحه وما كتسوى ما كتصلح. سيده لقيتها باقه صغيره وقد العجله، منين كتكون نفسها كتهلا في راسها بالمعاشب والتكمد والمسايد وكتاكل كفاش طيب غير البيض المقلي والبيض المسلوق، ما كتنوضش على خمسه د البيضات بلديين مقليين في الزيت بلا هذوك اللي كتشرب على الخوا كتشربهم خضر بلا طياب. كتقول لك انا نتهلا في راسي باش نوقف على الصح. السيده كتعطيها للتهليه لمده ديال 20 يوم، ملي كتوقف كتوقف قد العوده. كنت انا كنبان بحال شي فراغ قدامها، حيت انا صحيحتي غير على قد الحال، اما هي دايره بحال شي عوده قد الطول قد العرض. ملي نهضت من فاسها غادي يدق وتدقدق عليا، كنت كتزيدني التماره وكتحرت عليا لا لداخل ولا برا. هما عرفوني حامله وحاصله في راسي، وهكذا كانوا حاضرين عليا وغالبين عليا. حطيت لهم الراس من الاول، غادي نبقى على هذه المعاناه، ورجعت دخلتكم كضر التماره وحط الراس. صافي غادي نبقى على حالي لمده ديال عامين ونص. في هذه المده كنت ولدت ولدي الاول، من بعد منها بشي 5 شهور وانا نحمل بالكرش الثانيه، وغادي يعطيني الله هذه المره بنيه. يعني في ديك المده كانوا عندي 2 وليدات، كنت عايشه حياتي معاهم بحال ديما، ضربه تماره وضربه القطران وحمد الله وشكره، ولكن عكوزتي لا يسمح ليها في الدنيا ولا في الاخره. كانت حاطه عليا ودايراني في بالها، ما كتفارقش عليا، ديما حاقراني، حتى نضرب كانت كتضربني وكتحط يديها عليا، وكذلك كانت متصرع عليا ولادها وما كانوش كيحترموني. ملي كنقول لها خالتي ولادك دايرين فيا وفعلين فيا كتقول لي بعدي منهم ما تحوجيش عليهم، ولادي مازالين صغار وانت اللي كتعدي عليهم، شكون اللي قال لك ديري عقلك انت في البز الصغير؟ المهم كترجعني انا اللي قبيحه وما مزياناش. ايوا هذا الشيء كامل كنت صابره وكنقول معليش وماشي مشكل، انا هي مولات العقل، نصبر على هذا الشيء ما عندي ما ندير. منين عييت كنت كنقول لراجلي يا هذا الراجل نوض هزنا وهزوا ولادك ويلا نزلوا للمدينه نقدوهم هاد التماره الكحله اللي رحنا عايشين فيها، علاش رحنا جالسين بهم هنايا؟ نخرجوهم لا قرايه لا صنعه لا وعايه. ولكن ما بغاش، حيت رجلي من داك النوع العروبي، القح العروبي والارض والغله والتراب عنده غديالو في الدم. مي كنقول ليه نزلوا بهم للمدينه ما كيعجبوش الحال، وكيقول لي انت شنو كتقول لي هاد المراه؟ اش من المدينه هادي اللي نزل ليها ونخليها انا رزق با ضايع؟ ملي كنت كنقول ليه يا هاد الراجل ها انت رزق باك، انت ما عندك والو، حنا غير كنضربوا تمر على الخوا الخاوي، ما عندنا والو. كان كيدور فيا دورة الزمان وكيقول لي شكون قالها لك؟ هذا راه رزقي ورزق خوتي، وانا غنبقى في هاد العروبيه حتى يدفنوني ولا ندفنهم فيها.
هاد الهضره ما تبقايش تقوليها ليا، انت سدي فمك وسكتينا، ما عندك ما تعرفي. راجلي كان كيقول لي غير المدينه اللي ما تذكريهاش على فمك. انا ما كان بيدي حيله من غير انني نصبر ونحط ليه الراس ونبقى عايشه معاهم على داك الحال. حتى لهنا كل فما كيقولوا كنا عايشين فوق فيقيك، واخا المشاكل والنقاشات كنت كنقول عادي كل دار فيها اللي مكفيها ديال المشاكل، ولكن من طاح شيخي واحد النهار من فوق الحمار حاشاكم وشد ركنا وبقى ناعس على ظهره، رجع راجلي مكلف بالرزق باه، وانا كذلك كنتهلا فيه حيت عكوزتي كانت مفرطه فيه وما كانتش كتديها في راجلها. انا مسكين كي كيبقى فيا، ملي كنت كنمشي نمسح ليه ونبدل ليه ونتهلا فيه، شيخي كان كيدعي معايا ويقول لي والله يا بنت البرنوصي الا دابا عاد عرفتك مزيان، طلعتي بنت الناس وهذا الشيء اللي سير ديريه معايا ولادي وما داروهش معايا، وحتى من المره اللي ولدت معاه الزينه ديال الاولاد ما عقلتش عليا. كان مسكين كيبقى يدعي معايا وكيقول لي خيرك عمرني ما غادي ننساه، تهليتي فيا الله يرضي عليك ويعطيك شي نقله زينه. المهم شيخي رجع كيتعامل معايا مزيان وكان قال لي شوفي نقول لك سيري اختاري البقره الزينه اللي كتحلب بزاف وعلميها وخليها على حسابك، انت اللي غادي تستغليها وتبقاي تحلبيها وتبيعي الحليب ديالها، وإلا بقات حتى دفعت هذا العام عجل ولا عجله كادو من عندي ليك. فرحت ومشيت كنقولها لراجلي، صراحه قال لي مزيان يو هانت الوالد دار معاك وتهلا فيك، وهاد البقره هذه بدات راه هي عويناتو وهو عطاها لك، ما عندك ما تساليه، عطاها لك وما عطاهاش لامي. عكوزتي سمعاتو ملي سمعت هاد الهضره بغات تنخر الدم وما عجبهاش الحال، جات عند شيخي ما خلات ليه غير اللي نسات، هو طيح في الركنه وعيان وهي طاحت عليه بالغوات، وانت فاتو من حيتو يا الخوت. قالت لي هي الشيبه العاصيه باينه انت طايح في مرت ولدك، داكشي علاش عزلتي ليها البقره الزينه في الكوري وعطيتيها ليها. بقات بشي هضره ديال الكيلو، هاد الهضره غادي تزرعها عليا في الدوار، حتى رجعت كنخرج والناس كتعانت عليا باليدين وكيقولوا لي الله يا ودي يا فلانه ماشي حشومه عليك، ما لقيتي غير شي حقك طيحي فيه وطمعي فيه، هو بمراتو كالغزاله وطيح عليك انت، وكيبقاو كيطيحوا بيا حتى كيخليوني كنبكي. ملي كنت كنقول لراجلي شوف امك شنو كتقول عليا مع نص الدوار، كان كيقول لي انت غير كتكذبي على امي، واش امي حمقه تقول هاد الهضره الخاويه؟ ورجعني انا هي مولات العيب. وحتى لواحد النهار هو يتلقى بواحد ولد عمو في السوق، بقى هو وياه بالهضره مني منك مني منك، هذاك سولو على عمو قال له هضره كيبقى عمي واش روح شويه، دق راجلي وقال له عمك ولا في النعاس والماكله، هذاك ضحك وقال له معلوم، لقى لحم جديد وصغير بالسيف ما ينعس ويصيفطك تخدم وهو يشد بلاصتك. راجلي هاد الهضره ما عجباتوش وحس به حس براسو بحال قصدني انايا بكلامه، وما رضاش وغادي ينوض كيتعارك مع ولد عمو وسط السوق غير الناس اللي فرقوا بيناتهم. راجلي سمح في داك السوق غادي يجي عندي للدار وغادي يعطيني قتله ديال العصا. انا ديك الساعه كنت حامله بالكرش الثالثه، كان كيضربني وكيقول لي ياك ما هذاك ياك ما هذا من الوالد، كيضرب فيا برجليه وانا كنغوت وكنبكي. شيخي مسكين ملي سمع داك المنكر غادي يجي كيتجر على ركابه، حتى اللي بيتو قال له طلق من المراه شنو دارت لك مراتك راهي حرام علي. قال له مراتك راهي حرام عليا نشوف حتى فيها، واش هذه هي تربيتي فيك الدايره الفاعل؟ المراه كانت مهليه فيا وهزاني بحال بنتي وانت خدام كتظلم فيها، واش انا ما بانت ليا غير بنت فلانه؟ بقى مسكين كيبكي وكيسخط على ولدو وعلى مرتو، كان يا وليداتي كيعلي يدو تاسمه وكينت في الزغبات ديالي حيتو كيقول لهم انا سخط عليكم قد الزغب اللي في راسي، كيبكي وكيقول لهم ظلمتو بنت فلان وهضرتو فيها بالعيب، الله ينتقم منكم. بقى مسكين كيبكي، انا ديك الساعه بقى فيا وعز عليا حيت كان مسكين متهم بالباطل. شيخي مسكين ما عمرو ما شاف فيا شي شوفه اللي ناقصه غير ظلمونه وصافي، واللي خلاهم يشكو هو التعامل ديالو معايا، حيت هو قبل ما يطيح كان صعيب وواعر وقبيح وكيقول بلا طير ولا نطير، واللي درتها كيعيبها عليا وما كانش حاملني نهائيا، ولكن ملي طاح ما لقاني غير انايا، شافني تهليت فيه داك الشيء علاش تبدلت المعامله ديالو معايا ورجع كيتعامل معايا مزيان. ولكن العبوزه جاتها الغيره وحسداتني حيت هو عطاها هذيك البقره، هو عطاني ديك البقره وما تسرطتش ليها. المهم من تما غادي ترجع بيني وبين عكوزتي المشاكل كثر من الاول، مع شيخي دار فيها وغوت عليها وهي ما رضاتش، غادي تشد معايا الضد ورجعت حاطه عليا صباح وعشيه، كنت حامله وكنطلع الدمعه والخنونه. دوزت ديك الحماله قبيحه بزاف ورغم ذلك ما بغاتش تبعد مني، ما حبت الله وشكراتو حتى صافي، راجلي طلع ليه الدم وناض كيطلب للاب ديالو يعطيه واحد الطريف من الارض باش يبنيها ويفرق عليهم من الصداع. شيخي صراحه ما كانش باغي، ما عجبوش انه ولدي يفرق عليه، كنهضر معاه قلتي باش زعما تنقص من داك المشاكل والصداع اللي دايره لينا دائما، ولكن هي ما داتهاش فيه، كانت كدير غير داك الشيء اللي قال ليها راسها. شيخي مني شاف هذيك المعامله ديالها اللي ما بغاتش تبدل
كان راجلي نوضة ولدي شد طريف من البلاد وبني فيه دارك وعزل عليا وعزل على عزل مراتك من المشاكل. راجلي فرح وعجبو الحل. نوضة ولاداتي كيبني فواحد جوج بيوت وكوزينة حدا الدار ديال شيخي، غادي نبنيو فيها مع العلم شيخي كان عطانا غير واحد 80 متر، يعني الدار غير صغيرة، وهاديك 80 متر ما شديتها حتى سمح لي الله، حيت العجوزة ما بغاتش وبقات كتحلف والله لا بنا شي دار حداهم. قلت لها بغيت تعزل مراتك وتفرق ليها شوف فين تديها. قالت لي الا كنتي راجل قح وولدك رجال نوض هزها وديها للقبيله ديالها وبني ليها تما، ما تبني ليهاش حدايا، ماشي تبني في ارض باك وتجيبها انا لحد السقا حدايا. راجل الصراحه ما كانش باغي يجني يستخدم عند الوالدين ديالو، كان غير كيسيس معاهم وصافي، واخا عقوسي كانت القصحه راسها معاه وما خلاتوش يوسع عليه. كذلك قالت لي والله مع ولادي في الارض باك لا خدمتي، منين فرقتي دارك وفضلتي عليا الحمومه ديال مراتك والله رزق باك لا طلع معاك، والله لا خدمتي في الارض، والله لا استغليتي فيها. راجلي ما لقى ما يكون، نوضة وليداتي كيخدم عند الناس وكيبني داك جوج بيوت، منين كملهم هزني انا وولادي ومشينا ليهم، بدينا من الزيرو. حتى من البقره اللي عطاني شيخي حلفت عليها، قالت لي حلفت لي عليها، قالت لي والله من الكوري لا خرجتيها، شكون انت وشكون باك؟ بغيتي تورثي ولادي في قباهم هو عاد عايش حي يرزق. المهم دارت ليا فضيحه، راجلي كان باغي يخرجها صحه من الكوري، ولكن هي قالت لي والله وبقيتي حتى ديتيها غادي طيح الروح. هو مني شاف امو مغنى وما معهاش السلاك سمح ليها فيها وخرجنا طول وعرض. مسكين راجلي بدا تحت الصفر، راه واخا نعاود لكم من هنا حتى الغدا ما غاديش نوصل لكم الكميه ديال التماره اللي ضرب راجلي في ديك الارض ديال باه، وفي الاخر طلع نافض ما استفد حتى من والو، ولكن ما يسالش باه ما يسالو عطا في خبزه حيت هو ما زول ليه والو. العجوزه الشيطان ماطا هي اللي ما بغاتش، وغادي تضبع ولدها تضيع ولدها عفوا، وغادي تخليه يمد يدو على الناس وهما برزقهم. ولكن الحمد لله الله يخلف حال الصحيحه. نضت انا وياه كانت عمره ما خلينا ما خدمنا في الاول، شغلنا طولنا مع الناس، ولكن بعد منها ربي غادي يوسع علينا. درنا الدجاج القناعين المعيز، كان راجلي جاب ليا واحد الحوليه من السوق دافعه، بقيت مهليه فيها وغادي تولد ليا التوام. الولدة الاولى ديالها ولدت ربعه وما بقاتش بزاف، غادي تحمل من الحوليه الجيران غادي تولد معها ربعه وحدين اخرين. يوم جات الدور علينا 3 سنين حتى كان الكليه ديالنا الحمد لله عمر، حتى حنا درنا البقر والكسيبه. كنت وليدي كان وليداتي كندير الدجاج والحجل وبيبي وكنجمع في البيض، عندي كل سيمانه كنبيع اكثر من 50 بيضه، واللي بعتو كنجيبو حوايج للدار. كيف قلت لكم ما جات توت علينا 3 سنين حتى كنربي بثلاث ساعات بوحده اخرى، حتى رجعنا حتى حنا رجعنا مزيانين، وليداتنا كيكبروا قدامنا وما كان خاصنا حتى شي خير. العجوزه ملي شافتني تفرتو عليها ما عجبهاش الحال، مع شافت راجلي مهلي فيا وكيمشي بالشواري وكيعمر وكيجي، كنت عايشه حياتي مزيان واخا غير في وسط العروبيه والتكرفيس، كانت حرقاني الشمس ولكن كنا عايشين ومسورين. وعلاش ما قلبتي عندي كتلقايه؟ حتى انا درت البقر درت الشيه، وحتى انا رجعت عندي سمينه بلديه في داري ورجعت بخيري وخميري، بمعنى رجعت لاباس عليا لا في صحيحتي ولا في داري. كنت تبارك الله غلاضيت وهزيت الصحه يا الصحه، بياضيت وعطيت للعين. وراكم عارفين بنادم ملي كتبان عليه شويه ديال النعمه كيقوي الحساد ديالو وكيضروا به الشلابيه والمنافقين. انا ما غادي يحسدوني غير الويساتي ولساني، حيت المهم زرعت في قلوبهم من جهتي الشك ومن الصغر ديالهم هي كتعمرهم عليا. نهار كبروا رجعوا شادين معايا ضد حتى هما. تصوروا لوسي كانت عندها 16 عام وكتشد معايا في وسط البيرو كتبغي تطيحني، وما كان وانا ما كنتش زعما كنحوج عليهم ولا ما كنجبدهم ما والو، ولكن هما كانوا كيقلبوا على عيبي بالريق الناشف. ملي شافوني جبت راسي منهم وجالسه في داري وكنربي في وليداتي ما تسرطاتش ليهم. غادي تنوض وليداتي العكوزه تحفر عليا، مشات كتسحر ليا. انا داك الساعه كنت حامله بالكرش الرابعه، ولكن ما غاديش يكتبوا غادي نطيح التلاد من الشهر الثالث، وما بقيتش بزاف وليت زيت الحمل وغادي يطيح ليا حتى هو عاوتاني. هاد المره عطاني ربي التومه لكن ما كتابوش حتى هما طاحوا ليا. المهم رجعت كنهزل الكرش ما كتكملش ليا حتى 4 شهور وكطيح. تقريبا طيحت شي 3 د الكروش، بعد منها غادي يرجع كيوقع بيني وبين راجل مشاكل. السيد ما بقاش حاملني وما بقاش طايقني وغادي يعزل عليا يا وليداتي فراشو. صافي الراجل رجع كينعس فقنت وانا فقنت. تقريبا ديك الساعه ولدي الكبير كانت عنده شي 16 سنه. منين شفت الراجل هاجرني وما بقاش كيقرب مني قلت صافي خليه. مع العلم في الاول كان كيوقع بيناتنا الصداع والمشاكل والنقاشات، من بعد هذاك الصداع هدم وما بقيناش كنتناقشوا،
ولكن الرجل مازال هاجرني وهاجر فراشو، بالخصوص منين انا كان مات ليا الوالد. مشيت جلست في القبيله معاهم شهر، خليت الراجل في الدار مع ولادو. منين رجعت لقيتهم قلوب عليا وما مسوقش ليا. انا كنت كنقول علاش راجلي رجع معايا بحال هكذا، ما بقاش كيديها فيا. شحال هادي كنت نفسو عزيز عليه، كان زهواني وعزيز عليه الزون الناشط، ما عمرو عزل عليا المرقد، وكان داك الشيء دائما داك الشيء بيناتنا. وخا تمارا وتكرفس والخدمه بزاف وهز الهم لكل شيء، كان هذاك الشيء عنده غادي في الدم، وكان عزيز عليه يتعاشر معايا. وهذا اللي فاقس العجوزه، حيت كانت كتشوفني ديما مدوشه وديما كنحمي الماء باش ندوش، كانت عارفه شنو كاين، وكانت كتشدها الغيره مني. ناض قال ليها عقلها تسحر ليا، وكانت سحرت ليا في الدم ديال نفاسي، غادي دير بيني وبين راجلي تقاف. رجع نفر مني وكذلك ما بقاش كيقضي عاشرني بحال شحال هادي. في الاول ما كنتش عارفه السبب، واخا كنت كنشوف الراجل نفرني وما بقاش كينعس بيتو ورجع كيتهرب مني، ولكن ما ديت ما جبت. داز شي عام بحال هكداك، غادي يجيني نيشان قال لي هاد المرا بغيت نقول لك شي حاجه. قلت لي شنو كاين ياك لاباس؟ قال لي ودي انا ها ما وقع ليا شنو. قلت لي وهاد الشيء من فوقاش؟ قال لي تقريبا مني مات الاب ديالك، وانا كنحس بحال هكا. كنت كنقول يمكن الراجل غير رمل وشبع مني وما بقاش عنده غرض في داك الشيء، ويمكن غير من الضغوطات ديال الحياه وتمارا اللي كيضرب. صافي داك الشيء علاش بنادم ما بقاش عنده الخاطر لداك الشيء. المهم بيني وبينكم وليداتي ما كان عندي ما يتعاود، كنت كنقول عادي. وزيد عليها حنا بدينا كنكبروا، راكم عارفين المراه ملي كتولد وكتعاود وكيبقى ولادها كيكبروا قدامها، ما كيبقى عندها لا خاطر ولا جدل داك الشيء هذاك. ايوا وليداتي غادي نكملوا، ما تبقى محياتنا بحال هكذا. ولادي بداو كيكبروا، كنا دخلناهم المساجد باش يقراو ويتعلموا. فهداك الوقت كانت بعيده علينا المدرسه، واخا هكذاك ما حرمناهمش. كنت كنحزم ولادي الصغار وكنمشي نوصلهم في الوقت ديال الشتاء للمدرسه وكنرجع نشقى. منين كيقربوا يخرجوا كنمشي فوق الحمار حاشاكم كنجيبهم للدار. كنت مقدده معاهم، ولكن ما بغيتش نحرمهم من القرايه ديالهم باش ما يخرجوش الصطوله بحالي. صافي بقيت كنكبر فيهم حتى كبروا ورجعوا رجال، حتى هما غادي يهزوا حقهم ديال تمارة. ولادي الحمد لله طلعوا ماضين وديال الخدمه، وعزيز عليهم حتى هما يخدموا الارض ديال باهم. ما كانوش كيخليو الناس فين تهضر عليهم، كاع الناس كانت كتشهد فيهم شهاده الحق، حتى هما كانوا خدامين على رؤوسهم حدوديين وما عندهمش مع الصداع والمشاكل. وخا صراحه امامهم كانوا كيقلبوا غير منين يشدوهم، ولكن ولادي تبارك الله كانوا بعقولهم من صغرهم. صافي بقينا غاديين في الايام والاشهر حتى كبروا هزوا رؤوسهم. بنتي حتى هي وجدات وعطات العين وجاو كيخطبوا فيا. خطبت بنتي وغادي نعطيها لشي ناس، هاد الناس كانوا كيبانوا الله يعمرها سلعه، ولكن من داو البنت طلعوا معاها قباحين وغادي يدوزوا عليها القطران. بنتي مسكينه طلعت كتشبع ليا حدوديه وصباره، كانت عزيز كانت دايزه ليا حتى العظم، ما عمرها شكات من الناس ولا حلت فمها، كانت صابره. وحتى هي كانت توجد غير في العروبيه، حنا تقريبا كاع العائلات ديالنا تزوجوا غير في العروبيه، قليل فين كتلقاها تزوجت للمدينه. المهم بنتي كانت معنا ساعة عايشه القطران، وحتى هي غادي تولد وعطاها الله مع هذا الراجل 4 ديال الكروش وغير الولاد الغيال، ما كتجي تكمل النفاس حتى كتهز الحمل. المهم ولدت معاه 4. اما بالنسبه لولدي الكبير حتى هو شفت ليه بنت الناس غير من القبيله ديالنا وزوجتها ليه، وجيت حتى انا جبت انا عروسي للدار. طلعت معايا مرت ولدي مزيانه بنت الناس والاصول، كنت مهليه فيها مضيعه عليها حتى شي، عفوا مضيعه عليها حتى شي خير. بالنسبه لولدي الصغير فيهم هذاك بغى يكمل القرايه في المدينه وبقى لاصق في باه باش يخليه ينزل يقرا. وباه في الاول ما بغاش الصراحه وتعرض ليه وقال له ما عندك ما تنزل دير في هذه المدينه، صافي انت قريت تعلمت الله يجعل البركه والله يخلف. ولكن انا وقفت ليه قلت ليه علاش باغي تضيع الولد في القرايه؟ خلي الدري ينزل للمدينه ويقرا على راسه. بقى عليا خلي الولد حداك فين غادي تصيفطيه؟ ما عندوش عند من يمشي. واش كيعاودوا لك علينا حنايا الحباب؟ عندنا حباب في المدينه يا كاع مامو وخوالو في العربيه. قلت ليها سيدي انت ماشي شغلك، هذاك شغله هو وهو قاد به. المهم ولدي بدا لاصق في باه حتى خلاه نزل للمدينه وغادي يكمل القرايه ديالو. اما حنا بقينا عايشين حياتنا اللي كانت عاديه، بقينا بحال هكا حتى النهار اللي بنتي غادي يموت ليها راجلها. كانت عارك هو وبن عمو على وديت الارض والغله وغادي يفوت فيه الضربه، ضربوه بواحد المدره للراس طيحوه كيركض، ما جاو يوصلوه مسكين للطبيب حتى كان عطى ربي خيره. صافي الروح مشات عند الله،
السيد مات وخلى موراه 4 ديال العيال. من بعد الموت ديالو ناضوا ليه الويساتها وعجوزها، عطاو وقته ديال العصا، قالوا ليها انت اللي تسببتي لولدنا في هذا الموت، وانت اللي حرشتي وعمرتي ليه الدماغ وقلتي ليه نوض هضر على حقك في البلاد والفلانيه، حتى جابها في راسو ورزاونا فيه. المهم كاع هذاك الشيء مسحو في بنتي، هي كتحلف وكتعطي القلبه وكتقول هذا الشيء انا ما كاينش. من امتى ولدكم كيسمع انا الهضرتي وكيدير كيدير بيها؟ نتوما كتظلموني. المهم وقع بيناتهم مشاكل كبيره في الاخر، غادي تعاونوا عليها وضربوها وصيفطوها هي ولادها. بنتي كانت غادي تموت بالفقصه، زادو كملوا عليها. حنا ما سكتناش، نوضنا لعيناهم، بقينا طالعين نازلين مع المخزن. في الاخر دخلوا بيناتنا شي ناس وغادي نتنازلوا ليهم على الدعوه. بنتي ولادها بقاو عندنا، قال لهم جدهم ها انتم معنا ما يخصكم خير. فعلا عمكم الميلود ما كان مضيع ليهم والو، صافي بقات بنتي هي وليداتها معنا. كان ولدي سهل عليه الله وغادي تحمل ليه مراتو، جاها الحمل الصعيب. انا كنت مهليه فيها واخا بديت كنكبر وكنعيا، كنت كنخدم وما عمرني عقزت على شي حاجه، كنقول نتعاون معاهم وها حنا عايشين الحمد لله. ايوا يا وليداتي غادي نبقاو على حالنا بحال هكا، وليداتنا دايرين بينا، الامور ديالنا مزيانه، حتى عقوسي جدتها الموت وقريب تفارق الحياه وهي تعيط ليا باش تسامح معايا. انا ما كنت شاده في قلبي عليها وكنقول معليش مرا كبيره واخا تعاديني انا ما نديش عليها، ولكن كانت مدوزاها فيا واخا كبرت وشدت الارض ما كانتش حاملاني. المهم ما علينا، ربي هو اللي غادي يخلص كل واحد. منين قرطتها الموت غادي تعيط ليا، مشيت عندها انا وبنتي، كانت قالت ليا بغيت نهضر معاك غير مني ليك، قلت ليها واخا. خرجت بنتي وبقيت معاها وهي تقول ليا بنت البرنوصي اسمحي لي، قلت ليها خالتي الله يسمع علينا وعليك. بقيت كنحب ليها على يديها وهي تقول ليا راني درت لك السحور في القفل ودفنتو تحت الكرمه اللي في البلاصه والفلانيه، نعتت ليا البلاصه نجمت في بلاصتي وبقيت كنشوف فيها. قالت ليا تقفت ولدي عليك باش ما تزيديش تولدي مهزل، وبقات كتبكي. الدنيا دارت بيا وما عرفت ما نقول ليها، بقات عليا سمحي لي سمحي لي، غادي تموت على هاد الكلمه هادي. ما طلعت منها الروح حتى ترتق فمها ونفها بالدم، بقات كتشرشر بحال شي قادوس. ملي شفت فيها الدم عيطت لبناتها دخلوا ليها الفقي، قال ليهم سلكتها الروح علما سيمانه وهي كتغرغر، شدتها الموت وما ماتت حتى صدمتني. انا ديك الساعه عرفت الراجل علاش منفرني وما بقاش كيقرب مني، ما نكذبش عليكم ما سمحتش ليها. منين كانت الروح ديالها كطلع قلت لها الهلا سمحها عليك، راني تابعه روحك بحال الغراب، ما تشوفي راحتك لا في قبرك ولا قدام الله، راني تابعك كما تبعتيني في حياتي. بكيت بكيت بكيت، الناس كتبكي عليا وانا كنبكي على حياتي اللي وقفتها في وجهي لمده ديال 20 عام، علينا 20 عام وانا متقفه على راجلي، وفي الاخر غادي تعترف ليا حتى شرفت، حتى شرفت ودرت في العمر ديالي 58 عام، كبرت وشرفت وجوجت ولادي ودرت الحفايض، عاد قال لك راكي متقفه الله ياخذ فيها الحق. المهم ما علينا، صبرت حتى دوزنا ديك الموت، غادي ننزل انا ومرات ولدي لهذيك الكرمه، وبقيت كنحفر وكنقلب في جنابها حتى لقيت قفل مصدي ومعاه ساروت قد الصبع ديال بنادم كبير وفيه حجاب مكتوب، وقال لي الفقيه مكتوب بالنجاسه وبالدم من النفاس. حنا شحال هادي كنا كنولدو غير في الدار، دوك الفضولات اللي كيبقاو من الرحم والدمايات كنا كندفنوهم. ايوا تما دارت خدمتها فيهم وتقفتني على ولادها على ولدها، ولكن ربي كبير ورحمته واسعه. مني ماتت فتحت تقف عند واحد الفقيه وغادي صافي تقاد لي الامور، ما جات تدوز الربعين ديالها حتى رجع عمكم الميلود لعوايدو، والعوايد ديال زمان السيد بانت لي فيا ورجع كيقول لي واه الدوم انا توحشت ايام زمان وانا بقيت اخذ الدوج، انا توحشت ايام زمان وانا بغيت كذا وكذا وكذا. رجع وليداتي كيطلب مني حقه الشرعي يا في النهار يا في الليل، انا كنت كنعس وسط حفايدي وبنتي، اما هو زعما من زمان باش فرقت عليه فراشي ورجع كينعس بوحدو وانا كنعس بوحدي، ولكن ملي تحلي ليه الثقاف وديك الساروت رجع كيطلب مني النعاس وكيقول لي نعسي قريبه مني. حنا عاد عندنا الضيق عاد في الدار، ولادنا كبروا حفايدنا دايرين بينا، هو قال لك اسيدي خاصو خاصو خاصو. ايوا كان كيشوف الغفله كيجي عندي وكيقضي الغرض. ملي كنت كنقول ليه يا هذا الراجل انت دابا كبرتي وشرفتي وهرفتي صافي بركه، كان كيقول لي وعلاش كتقولي هاد الهضره يا خدوش، واش ما قدتكش هاد السيدي وانا مربوط، ودابا ملي الله فتح رباطي انت ما بغيتيش تعطيني حقي الشرعي، وكيبقى يزعف عليا. انا ما كنت كنلقى ما نقول ليه، كنبقى غير كنشوف فيه. المهم السيد رجع ديما كيقول لي اجي عطيني حقي في المرقد، وانا كنت كنغفل حفايدي ومرات ولدي وكنمشي عنده لواحد البيت عندنا على برا.
بقيت بحال هكذا ديما كنمشي عنده، حتى لواحد النهار هو يفطن بيا بيا حفيدي الصغر، يلا تكون عنده ديك العامين شافني معاه، ولكن هو ما كيعرف والو وكان مازال ما كيهضرش مزيان. طالله الولد باقي صغير، كون شافني شي واحد معاه من ولادي ولاد بنتي الكبارين كون كانت شوهتي معاه شوها. انا من هذيك الساعه رجعت كنتهرب منه، كنقول ليه هذا الراجل سير بعيد مني، ولاد ولادك صغارين دايرين بينا، ومعنا البنت الجلة في الدار بلا راجل، ومرات الولد اللي ديما في الدار ما كتخرجش وانت ساير تحشمني قدامهم، بعد مني وخليني عليك. السيد صبر واحد المده ما طلب مني والو، واحد النهار كان باغي يجمع الكسيبه باش ينزل بها للسوق، قال لي اجي فلانه تشارجي معايا الكسيبه في 207 ديالو في الخرشاشه باش ينزلها للسوق. نط على نيتي مشيت معاه، بقيت كنشارجي معاه البهيمه، مع العلم ولدي هو اللي كان كيشارجي معاه باه، ولكن داك النهار قال لي انا نشارجي معاه. ايوا يا وليداتي ملي مشيت شارجيت معاه الكسيبه غادي شدني في ديك 207 وقال لي اجي لهنا غادي تقربني في ديك الطوموبيل وسط الشيه، انا كندفع فيه هو كيدفع فيا وكيقول لي ستي فمك واجي لهنا. مع العلم تقرب مني تما ما طلقني حتى مرضغني في الوسخ، ورجعت للدار وانا حالتي الكلاب. شافني حفيده قال لي مالك جدا مرضغه فيك التراب والوسخ البهايم، قلت لي حقا طحت في الكوريا وليدي وانا الله يسمح ليا. دارت اللي درت في الطوموبيل 207، والمشكل هادشي غادي يرجع ماشي مره ماشي جوج، هرجع لكم عمكم الميلو. الوقت اللي كيقولها ليها راسو كيقول لي تبعيني للطوموبيل، وكيطلعني في ديك 207 كيقضي الغراض ديالو بالسيف عليا، علما مني كيبغي يقضي معايا حاجته كيحط الطوموبيل مور الكوري باش ما يشوفنا حد. حنا رجعنا بحال كنسرقو، كنمشيو للطوموبيل وكنديرو اللي كنديرو وسط الوسخ ديال البهايم وكنرجعو للدار، وإلا ما تبعتوش لخرشاشتو وطلعني ليها ما كيحلاليهش النهار، كيبقى مسد علي النهار كامل بالنقر، وكيرجع فمو مضم دراعو، خارج يزعف داخل يزعف، وأنا كنت كندير ليه الخاطر، ولكن كنت خايفة من ولادنا لا يحصلونا، منا مش خافت طحت فيه، غادي تعاقبينا مرت ولدي. واحد النهار قالت لي علاش اخالتي كنشوفك في الليل ولا مع الفجر كتمشي للطوموبيل انت وعمي الميلو ديك لاباس، بقات كتقرر فيا كتقول لي من الله شنو وقع تما. انا غرقت في حوايجي بالحشومه ما لقيت ما نقول لعروسي، بقيت غير كنتمتم، ولكن هي غادي تفرشني قالت لي باينه في عمي فلان شعله في يدو ده هاد الايام، راني شفتو هو الدخول والخروج فيه. انا وليداتي راجلي بانت ليه بانت عليه والله العظيم، الا رجع كيدير ليا بحال المال القليل، كاع دوك الايام اللي دوزهم محروم مني رجع كيعوضهم بالثاني والمثلي والمثلث، وانا كنحشم من ولادي وبنتي، هو ما عنده غرض كيقول لي انا ما عندي ما ندير ليهم، واش نموت ولا شنو، واش نحرم راسي باش هما يبقاو على راحتهم. ايوا سيد الميلود كيهزني وكيديني ديك الخرشاشه ديالو ديال 207، رجعت عنده عاده ولفها ملي كنقول ليه نوض وسع شي بيت على برا وبعد ولاد بعد ولاد، كيقول لي علاش غادي نبني انا هذا البيت ياك اتساع موجود. المهم الراجل ولف الطوموبيل وانا ما بقاش عندي الجد، وعباد الله راه المهم تكون في عمرها 60 عام وما بقاش عندي مع هذا الشيء هذا، هو تحلفوا عليه عاد دخل في عز شبابه وعاد باغي يعيش الحياه وتمتع. قالك سيدي الطوموبيل كتزيد حلاوه وطعم لهذاك الشيء وخاصو يتقرب مني فيها، ما نعاودش لكم منين كيعيط ليا ولدي ولا مراته ولا ولاد ولدي، عرفتوا واش غادي نقول لك، كيعرفوا القضيه شنو فيها وكيبقاو كيضحكوا عليا فاش كيعيط ليا ولادي ومرت ولدي، كيعرفوا القضيه شنو فيها وكيبقاو كيضحكوا عليا وكيقولوا ليا راه وطينو دي تتكلمي راه كيتسناك في الطوموبيل 207، وكيبقاو يضحكوا عليا. انا كنحشم وما كنقدرش نعلي عيني فيهم، رجعت كنمرق منهم. والله العظيم وليداتي هادشي الا جيت نعاود لكم قصتي، وبغيتكم تنصحوني شنو ندير مع عمكم الميلود اللي حتى شرف عاد تخر وبغاني ندير معاه العلاقه 207. قال لك سيدي تما حسن، دابا نتوما شنو بان لكم وليداتي، واش هذا ما هبلش، واش هذا ما حماقش، انا ما بيا غير ولاد ولادي، ولادي اللي دايرين بيا وحاسين وعايقين بيا، انا كنحشم بزاف والله حتى كنحشم، هو مقصدر وما عنده غرض. المهم هذه هي الحكايه ديالي وليداتي، وبغيتكم تنصحوني شنو ندير معاه. بعض المرات كنقول نوض نرجع ليه الثقه اللي دارته لينا عقوسي شحال هادي ونتهنى، ولكن كنقول لا ما نتقلدش به، الا بغى ينوض يتزوج يعيش حياته، ولكن هو ما باغيش الزواج، قال لي انا بارك عليا غنتيا اخدوش ما باغي لا زوج ولا امراه، تجي قداني وكافياني، ولكن انا عييت وحشمت من ولادي وهو ما بغاش يتفارق معايا. دابا شنو بان لكم وليداتي، شنو هي النصيحه اللي تنصحوني بها؟ الله يجازيكم بالخير. وهذه قصتي وهذا ما كاين، وكنشكرك بنتي امينه العزيزه، الله يرضي عليك ويكون منك، والله يرحم اللي قراك ورباك، وكنشكركم والسلام عليكم. امي خدوج يا امي خدوج، اه قلبي. دابا انتي ملي بديتي امي خدوج كتحكي في المشكله ديالك، كنتي كتقولي لهم اوليداتي شنو ندير، اوليداتي شنو ندير،
دابا كتشاوري مع وليداتك ولا مع بنياتك؟ بغيت غير نعرف. اودي وليداتك ما عندكش باب باش ينفعوك، وليداتك غادي يقولك عطيه لبا الميلود حقه الشرعي، ما عندك اختي ما ديري. المهم ما يخدوش، تبارك الله عليك، كنشكرك بزاف بزاف، وشكرا على الدعوات الزوينين في حقي. الله يخطيك وبارك الله فيك، وسلمي لي على الميلود. البنات حق الله، واخا الصراحه تاثرت فاش وقع ليها مشكل، ولكن الحمد لله ان المشكل تحل، وتحل يا اختي تحل على الطراف. اودي بنادم ما كيخافش من الله، الله ياخذ الحق. والله انا بعدا شغنقول لكم، ان لله وانا اليه راجعون، بعد البشر اللي ما كيخافوش الله وكياديو. المهم ما يخدوش، شنو غادي نقول لك، هو من حقه تعطي حقه الشرعي. 60 عام راكي ماشي كبيره، مع العلم 20 عام ما درتي علاقه زوجيه، يعني عاد تكوني باقه تبارك الله في الميكه وجديده، يعني غيبقى فيك مراه باقي فيك ما يتمشش. البنات عارفه ما يبقاو يضحكوا. المهم تكوني باقه الحمد لله بحلاوتك، وباقه 60 عام راه ماشي كبيره، باش نكونوا واضحين، راه 60 عام راه باقه. انا كنعرف ناس عيالات عندهم 65 66 حتى 70 عام وباقيين تبارك الله كيديروا علاقه مع رجالاتهم، يعني هذه مساله عاديه. راه الراجل هيبقى الانسان قاد، يعني عنده قدره، يعني الصحه شنو اللي ما كيخليش الراجل يقد يدير علاقه مع المراه، والمراه ما كتقدش دير علاقه مع الراجل، هي قله الصحه. انت تبارك الله عليك راه واخا كبيره راكي بصحيحتك، راكي مادام كتنوضي كتشقي على مرت ولدك راكي بصحيحتك، راكي قادره ديري مع عمي الميلود. مي هو حاجه واحده اللي انا ما نحبهاش وما رافضه الفكره ديالها، هي 207، كلشي على 207. البنات شكون اللي كتعرف 207؟ 207 هي واحد النوع ديال واحد الطوموبيلات، عندهم اللوراني ديالهم كبير كيشارجيو فيه السواقه هكا السلعه. المهم بحال نقولوا بحال شي سريع صغير بحال هكا كنظن. المهم البنات اللي عرفتوا 207 قولوا لي في كومونتيرات واش عندها شي سميه اخرى. المهم هذه هي القضيه اللي رافضه، اه من حقه، ولكن انت من حقك، يعني راه هو كما عنده الحقوق عليك واجبات، انت عندك حقوق عليه واجبات. فكاينين شي حوايج خصنا نديرهم بعين الاعتبار، وخصنا ماشي غير نديرو فيهم الخاطر، خصنا نحاولوا نوصلوا الفكره ديال اننا كان عندك حق وباغي تاخذو، حتى انا عندي حق وباغا ناخذو، يعني حقك خذو، ولكن خذو في المكان والزمن المناسبين، يعني ماشي فوقاش ما يقول لك راسك انا تعيط ليا وتحرجني، لا داك المسائل هذوك اه هذاك راجلك وحلالك ومن حقك، ولكن كاينه واحد القضيه اخرى ديال ان هذاك الراجل ما من حقوش انه فوقاش ما بغى يقول لك اجي لهنا، لا سيدي راه كاين واحد الحاجه سميتها الاحترام. الانسان راه كديري الحلال ما كديريش الحرام، هذاك راجلك ماشي صاحبك، بزاف ديال الامور، ولكن الوقت الزمان والمكان، يعني احترموا هاد جوج الحوايج، الزمان والمكان، الوقت وكذلك البلاصه. فبالنسبه للبلاصه 207 قولوا انا ماشي بقره، انا ماشي 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 حيوانه، انا ماشي عاهرة دير لي هاد الخدمه هادي ونمشي انا بالتخبيعيه، دير لي بيت، انت رفضي رفضي العلاقه، وما غادي تزير، وفين ما يصيفط لك انت وانت براسك فين ما كيصيفط لك كتمشي عندو حلا فمك بحال غدا وقلتي كدوحي وشنو بغيتي يدير، راه صافي كيصيفط لك كتمشي عندو كتفرنسي، راه ما غايدير لك حتى شي حل. ولكن فاش يصيفط لك ولا تمشي عندو راه تقدري ترتقيها له في وجهه، قول له سمح لي بالزربه الشريف، واش انا ياك ما حساب لك انا البقره، انا راه بنادمه بغيتي حقك مرحبا، عيبك وعارك الا قلت لك لا، 20 عام نقول له انت حنيني معزل فراشك مالك، دير لي واحد جوج ثلاثه، عندكم اتساع، عندكم دابا البهيمه، عندكم الرزق، زيدوا اختي توسعوا على راسكم، يدير لك واحد البيت كاع مطرف على الدراري، انت خليك بعيد على ولادك وعلى على 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 عروسك على بنتك وعلى حفايدك، خلي بعديه ديري واحد البيت معزول على برا ويقادوك، نعم زيد راكم برزقكم، يمتعك اختي عندك 60 عام تبقاي تنعسينتي في الارض، راه خص يكون عندك ناموسيه ميديكال، خصك تكوني يعني. البنات انا ماشي كنضحك عليها، راه كاينين تبارك الله في العربيه راه لاباس عليهم، راه عندهم البقار، عندهم الكسيبه، راه كتمشي تشارجي مع الكسيبه كيمشي يديها السوق يبيعها، دونك هنا السيد راه فاتح عليه الله ابواب الخير، يعني ما نبقاوش نضحكوا على بعضياتنا. دير لك بيتك، يدير يجيب لك فريش جديد، فريش زوين يتهلا فيك، وعادي جدا انت راجلك عيشي معاه الحياه، 20 عام وانت محرومه ماشي مشكل، يعني داك العلاقه ربي هو اللي حللها، وربي هو اللي قال لنا في الايه الكريمه وخلقنا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فالحمد لله الانسان غير يكون متقي الله وكيدير داك الشيء بما يرضي الله والحمد لله. هذا ما كاين امي خدام
عبدوش، كنتمنى ربي ينعم عليك بالصحه والعافيه وتمتعي ليا با الميلود وطلبي حقوقك حتى انت، لان واجب عليه انه يحترم المعاشره، حيت المعاشره الزوجيه حتى هي راه عندها الحرمه ديالها، وخص الانسان يحترم ديك الحرمه هذيك ويديرها بما يرضي الله، لان ديك الطريقه باش كيتعاشر معاك في ديك البلاصه راه لا الزمان لا المكان ما صراحه ما كيفتحوش الشهيه. حتى انت حتى لا كنتي باغيه تعاشري معاه راه ما غاديش ترضي بديك الطريقه هذيك. فهذا ما كاين. كنشكركم بزاف، كنشكرك اخت مي خدوش وكنشكرك بزاف بزاف. كنشكر الناس كاع اللي متبعينا في ليشين، عافاكم دخلوا القناه قصص امينه دعموها، كنحط لكم فيها قصص. كذلك سمح حكيتي رقم جوج كنحط لكم فيها الجديد، كاين جديد زوين بزاف ان شاء الله. كما قلت لكم مؤخرا ما بقيتش كنحط القصص لظروف، ولكن ان شاء الله من هنا لقدام راه نحطوا قصص، نبقاو نحطوا جوج قصص كل نهار، كل نهار نحط جوج قصص في هذه القناه، جوج قصص في قناه سمح حكايتي رقم جوج، وقصه في قناه سمح حكايتي قصص عفوا قصص غادي ندير سمح حكايتي رقم ثلاثة قصص امينه. فالكبيدات ديالي بغيت نقول لكم الله يعطيكم الخير، ذكروا لي اللايف اللي غادي ندير لكم جلسه مع امينه، اللي غادي نكون انا هي زعما شخصيتي اللي كتهضر معكم، ما نكون لا خدوج ولا حلي.